قمر 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 يا يارا. ميرسي يا روحي، انتي ما كدبتيش. طب والله العظيم احلى عروسه في الغردقه كلها. غردقه بس؟ في مصر كلها يا مامي. ربنا ياخدك بعيده. فريده، انتي قلتي حاجه ما سمعتكيش، بتطبلي معاهم او حاجه؟ لا يا روحي. اوكي، ممكن بقى تسيبيني اروح اشوف شغلي. حبيبتي انا شغلك النهارده. وده مين ان شاء الله اللي قالك كده؟ فارس هو اللي قال لي ان فريده في ديلك من اول اليوم لاخره، فخليكي في ديلي. وما قالكيش بالمره اشتراني بكام؟ ممكن هتكلم في مشاعري يا اشرف، سيبوني يا جماعه. بيرو، give me your hands. فريده بجد هسالك سؤال. اتفضلي. انت اشرف بتكلم في، انت اكتر واحدة عارفة فارس. ارحمي امي بقى. هو بجد دلوقتي خلاص مش بيتكلم مع اي واحدة تانية صح؟ لا اطمني من الناحية دي. مبقاش يبص لاي واحدة. كنت متأكدة ومتوقعة. هو يعني كان هيلاقي زيي فين؟ ولا في شعري فين؟ مررت يا الله. الله اكبر عليا. اشرف فوليوم. يلا. ده هي بقيت ممكن هتتجوزي. حرام. بقولك ايه؟ نعم. خدي دي لي بقى. ده فارس اهدى، مش كده الليله دوب ولازم نرضى بالمكتوب. الليله دي الليله دوب وما فيش قلوب تجرح قلوب الليله دي. ايو 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 ايه 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 تا تا تا. سوري معلش يا فندم، تحت امرك. طبعا يا فندم، حضراتكم منورينا في الريزورت واكيد منورينا في الحفله. بس حضرتك لابس قميص ابيض وده ممنوع في حفله النهارده، انا اسف. ايه المشكله ان انا لابس؟ هو بدلته سودا. هو حضرتك ما ينفعش اساسا تتكلمي بالروج البينك اللي حضرتك حاطاه، لان ده برضو ممنوع في حفله النهارده. وحضرتك يا فندم لو شفنا الانفيتيشن هنلاقي مكتوب دريس كود تحت اعزاء فارس قنديل. سوري. يعني نرجع القاهره وبلا فرح؟ انا رايي ترجع للمدام في الموضوع. لا طبعا لا طبعا، ما خلصناش يا فندم. ايه يا ادهم، دول ضيوف فارس بيه. انا عندي عرض لحضرتك تحفه يا فندم. عندي قميص اسود وجرافات سليم هتاكل من البدله حته، وعندي بادي اسود للمدام يبقى تحفه على حضرتك للمناسبه السعيده ديت. كل دوت ب 1300 بدل 1600. اشتغاله بقى يا حبيبي. محروس يلا بينا، معانا هدوم سودا في العربيه. يلا. طب اديني 500 جنيه واروح اجيبهم لحضرتك. على فكره بقى لازم العربيه تكون سودا هي كمان. سعيد انت بتعمل ايه؟ ان انا بسترزق كده ادهم، قلت بدل الموضوع مش جايب همه قلت اجيب شويه قمصان سودا عشان الظروف الصعبه اللي زي دي. اولا اسمي مستر ادهم، نمره 2 لو سمعت الاوفر ده اتقال لاي حد داخل هتزعل مني قوي يا سعيد. وثلاث ثواني، ثلاث ثواني مالكش قدامي. اتفضل. حاضر. اتفضل يا سعيد. إن شاء الله هيتجوز. وأنا كمان ليها. بتقولي إيه يا يارا؟ الطرحة بتاعتك اتقطعت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا لا، الطرحة دي أهم حاجة في الفرح، أهم من المعازيم والفرح نفسه. لا إحنا لازم بقى نأجل الفرح 6 شهور عشان نجيب طرحة تانية. أيوة عشان تليق على الفستان. طب يا يارا بعدين 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 بقى. نبيل؟ فارس حبيبي، والله جاي لك من العنايه المركزه حالا انا والاستاذ بودي. قالوا لي ساعه واحده بس، ساعه واحده لو اتاخرت على المسرحه. انا والاستاذ بودي. ايه اللي حصل لك يا ابني؟ سمعت كلامك يا اخويا، ولاول مره في حياتي اقول لا لمراتي. ويا ريتني ما قلت. ايه ده؟ هي اللي عملت فيك كده؟ هي؟ ده هي وامها وابوها واصحابها اللي على الفيس. انا اتنفخت يا صاحبي. معلش معلش يا حبيبي، انا اسف. لا لا انا اسف استاذ بودي. لا 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 ما تقولش كده، احنا اخوات يا جدع، عيب عليك. اهو ما شاء الله ربنا كرمك وهتلبس وهتتجوز وربنا ان شاء الله ينتقم منك كده. طب روح قول لها لا بقى تاني. لا سعيد ولا سعيد؟ عايز ايه؟ عملت ايه؟ في ايه؟ قال لك عليه. هو ايه؟ ويلي قصدك المأذون؟ ايوه. عملت ايه؟ مش قالك طفشته طفشته؟ يعني انا مستني واحد زيك عدوي يقول لي الكلمتين دول؟ سعيد عدوي ايه؟ طبعا طفشته. اول ما دخل عليا قلت له يا مولانا تولالة. مولانا تولالة؟ يعني ايه مولانا تاني؟ كنت عايز اقلقه. ايه؟ بكلمه بالسيم زي ما انت بتكلمني. رحت اديته كمان بقى، قال لي هو مش ده فرح فارس قنديل؟ قلت له الله يرحمه يا مولانا ويحسن اليه. وتأثرت قوي بقى. ها؟ ايوه ايوه. قلت له ده في العينيه المركزه دلوقتي بين الحياه والموت، الحق روح زوره بقى. هو في العينيه المركزه دلوقتي؟ بس فارس في العينيه المركزه؟ يا غبي. ايه؟ ده انا بقول له هو كده، مستر فارس جوه.
ايوه صح، ما انا لسه بطلع. انت بتشتغلوا؟ ايوه بشتغلوا. انت اشتغلتين انا؟ ايه رايك؟ إيه؟ اقنعتك؟ ايوه يا ابن اللذيذ. ما انا اقنعته هو كمان. جدع جدع. الحمد لله. بقول لك ايه؟ روح لمستر فارس بقى طمنه، قول له انت وراك رجاله. ماشي. استنى. إيه؟ تاكل الزلط. ماشي. استنى. إيه؟ تاكل مش عارف. مفيش حاجه في بالك ما توقفنيش. ماشي. 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 فرحان فرحان. ماشي. مستر فارس عايزك تطمن خالص، وراك رجاله تاكل الزلط. رجاله تاكل مش لاقي لها حاجه. جد كنت فاكركم بتشتغلوني. النفس الطويل مش حلو عشانك. جدي عامل لي عزا يبقى جوازك. انت بتتحداني يا ابن انديل؟ انت مش حامل النفس الطويل انديل بيه. معلش بص بقى جدي، انت غصبت عليا في الجوازه دي، سيبني بقى احتفل بطريقتي. ينفع كده يا جدو؟ بقى حفيدك الوحيد تعمل فيه كده للدرجه دي بتكرهه؟ لا لا لا، لحظه واحده، الجثه دي اللي جابها هنا. اه ايه ده؟ مين الخفيف ده يا جدو؟ آه غلاب عبد الوهاب، محامي انديل بيه. اهلا وسهلا. يلا معانا غلاب. لا لا لا، انت مش حمل كحه. مش انا عليك وحش. معلش معلش. مش اهلا اهلا ورد على دي السؤال. مين الجثه دي؟ مين الجثه دي؟ ده نبيل صاحبي وده بودي محاليل. ده مين ده؟ بودي محاليل. بودي اسمه كده بودي محاليل. انا ازيك يا محاليل؟ وبيعمل ايه الجثه دي؟ انت انا اللي عامل فيك كده؟ انا داس عليك قطره ليه؟ يا ريت داس عليا مراتي، ما رضيتش اقلب لها السلطه فقلبتني شيف. قلبتك شيف؟ يا نهار يا جدي، ده متجوز بقاله اسبوع، بص حصل له ايه؟ نحن السابقون وحفيدك ان شاء الله بيلاحقون. انت تقول مش ثلاثه الا هم، كمل على اللي عملته فيك مراتي. الله الله. بس سيبني فيديو ده عليه. محاليل يا نبيل، محاليل. يلا يا بودي يا نبيل، خليك استنى استنى يا بودي استنى. جدي انا عايز اجيب لك بقيه اصحابي عشان تعرف ان انا عندي حق. وكلهم زي الجتة ده؟ لا الحمد لله كلهم سلام. لا والله يا والله. ينفع ينفع ثلاث ايام ما اكلش؟ ليه يعني ثلاث ايام؟ اه ليه؟ نسيت انشر عادي. نسيت ايه؟ انشر حبيبي والله مشغول. وانت نسيت ايه؟ انا نسيت نفسي. لا حول الله. نسيت نفسي للاسف. أوه. كل حاجة طلبتها مني عملتها. طب الحمد لله. عربية أحدث موديل حاضر. وغير الحمد لله. شقة في التجمع الخامس حاضر. وغير الحمد لله. مارشميلو حاضر. وغير مين مارشميلو؟ مارشميلو حلويات يا عند الدين. أنت مش حمل المارشميلو للأسف. يعني أنت ماليش فيه. وأنا كمان ما كنتش أعرفها بس جبتها. وغير الحمد لله. جبتها لها. وغير قلت أريح دماغي من الزن بقى. كتبت كل حاجة باسمها. وماله؟ نمت صحيت لا لقيتها ولا لقيت الحاجه. شفت بقى يا جدي؟ عشان كده بقى انا مش عايز اتجوز ومش هتجوز. انت بتزعل عليا؟ مش حمل القوامه يعني. لا سيبني، انا اضربه اضربه. هم دول اصحابك؟ جايب لي نماذج غير مضيئه، تشع طاقه سلبيه، ما عندكش نموذج حي زيي. ها؟ في مالك فيه؟ ايه ده؟ وايه اللي جابه ده كمان؟ المأذون وصل عند البيت. ايه؟ المأذون وصل. المأذون وصل. انت حبيت تعمل حركه عشان انا ما كلمته وجبته. هتتجوز يعني هتتجوز. طب حالة التورته طازة، ربنا يبارك لصاحب النصيب. ملحوظة، رشة سكر بره. لا اكتب بالمرة استعمال حلواني. انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا بنزل اعلان للتورته البيضاء الفواكه اللي صدرناها من الزباين. الله العظيم يا سعيد، انت ابن حلال يا سعيد، الله يبارك لك. انت عارف انا بقالي قد ايه ما اكلتش تورته فواكه؟ زمن. يلا بسم الله. انا وانت بقى؟ لا ما يصحش يا مستر ادهم. ما يصحش ايه؟ دي هتتباع. تتباع؟
ثلاث ثواني، ثلاث ثواني ما لقكش في المكتب، اتفضل بره. حاضر، بس خلي بالك منهم، دول زي عيالي. زي عيالك؟ امشي اطلع بره. حاضر. زي عيالي. ايه طرد فواكه وتتصادرها؟ ماما يا سنة، ايه ده؟ ايه؟ كنت فين كل ده؟ كنت مع العروسة يا سيدي، عايزانا افضل معاها طول الفرح. انا سمعت ان الطرحة باظت، مش خايفة لا بصمتك عليها؟ ممكن تسكت خالص؟ ما دي مالكش دعوة، لو بتحبيني بجد ادعيلي الفرح ده ما يتم النهاردة. لا ان شاء الله هيتم، ان شاء الله هيتم، عشان مش فاهم انت ليه مصممة حاطة فارس في دماغي. ممكن حضرتك تبصي حواليكي كده، يمكن تلاقي حد تاني مثلا يحبك ولا حاجة وانت مش واخدة بالك منه. من الحمار ده ان شاء الله لا يحبني وانا بحبه واحد تاني. حمار؟ شكرا شكرا. استاذنك حاضر، عشان خاطر انا الحق شوية. انا مش قلت نصلح السقف؟ الفرح ده هقلبهولك ميتة ما سعدت البيت. انا خلاص وصلت عند المصدر. سلام. حجوزات النهاردة كتيرة جدا بجد، أنا مش عارف أعمل إيه، كمية حجوزات رهيبة. صباح الخير. صباح النور يا فندم، هي الثانية بس بخلص حجز. مساء الخير. معلش عذرا يا فندم، بس النهاردة عندي حجوزات كتيرة جدا، أمرني يا فندم. لو سمحت أنا كنت عايز أوضة دبل تريبل. تأجرها يعني؟ لا هحشيها. لا بالنسبة كده يا فندم. هأجرها طبعا، أمال حنايم فيها دقني. عذرا يا فندم، معلش النهاردة عندي يعني حجوزات كتيرة جدا فمش مركز. الغرفة عندي في اليوم ب 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ بس كده كتير قوي 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 يعني. يا فندم ده السعر خاص عشان خاطر حضرتك. إزاي؟ أنا قلت يعني المكان مش ولابد وأكيد مفيش حجوزات، فأنتوا عاملين تخفيضات. لا يا فندم، مع احترامي لحضرتك، إحنا مكان لابد جدا، وعلى فكرة إحنا أوتيل 5 ستار ونسبة الإشغال عندي عالية جدا. أول حاجة لحضرتك، الأوضة اللي حديها لك دي أوضتي، إحنا ما عندناش أوضة فاضية. ياه! أنا كده بتكسبوا بقى. أوه يا فندم، مكاسب مهولة. أنتوا مش عارفين نودي الفلوس فين. ثانية واحدة بس يا فندم. ألو؟ أيوة فريدة. الفوج الألماني؟ لا ثانية واحدة، حضرتك هتاخد الغرفة ولا اديها الفوج الألماني؟ أنت هتقعد الفوج الألماني كله في غرفة؟ ما هم حضرتك أطفال فبيحازوا بعض. مفيش مشكلة، ممكن تحط لي كرسي جنب الأطفال، أنا ممكن أنام. لا ما يصحش. لا 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 والله ما يصح. لا حضرتك خلاص، لا لا يلغي معاها. فلوس دولار إيه يا ماما؟ أنا قلت كده ما برجعش فيها. خلاص يا فريدة يلا. نورنا يا فندم. شكرا، بس يا ريت الغرفة بسرعة عشان دقني ابتدت تنام مني. بيبيونك معوجة، ما تعدلها. مالكيش دعوة بالبيبيون بتاعي، خليكي في الطرحة بتاعتك اللي باظت دي. والله عايزني بقى انا اجل الفرح واجل الدنيا دي كلها لحد لما الاقي طرحه جديده. هي لازم تخلص الجوازه النهارده بقى. والله العظيم كان احسن هي جوازه والله اكتر. يلا يا عم يلا. نعم. حكايتك الحلوه بقى يا عريس. يا ابني في حد بيضحك وهو بيتجوز؟ انت عايز تطلع بمنظرك ده في صوره فرحي؟ الناس تقول عليا ايه؟ تلاقيش، هم هيضحكوني فوتوشوب. ورد اسود وناس لابسه اسود وفرح منيل. يا ابني يا ابني، في هو بيرشك بالميه، انت بتعمل ايه؟ يقف غفله كده؟ بيضحك كده؟ حد يتجوز بنت عمه؟ ما انا وافقت عليك ليه؟ اوعى كده، اوعى كده. ايه؟ ده غريب يا ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا استاذ؟ ايه يا جدع خطيت في ايه؟ ايه ده؟ ايه الورده السودا دي؟ شطت منك في الفرن ولا ايه؟ هو يوم اسود من اوله. عقبالك يا سيدي. حياتك ان شاء الله. ايه ده؟ انت مين؟ ها؟ انت من قرايب العريس ولا العروسه ولا مين؟ تقدر تقول من قرايب العريس وقرايب العروسه وقرايب المأذون، ميكس كده. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. المهم انا كنت عايز اسال على حاجه. هو ده مش منتقع فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل؟ ايه منتقع؟ فرح. I mean يعني فرح فارس عامر انديل ابن عامر حفيد انديل. ما شاء الله عليك ذكي قوي، الله اكبر. شكرا شكرا. هو
يبقى اكيد قنديل ده مليان. اه ده خاسس والله على فكره. انا ما اقصدش قنديل مليان يعني تخين، انا اقصد مليان متدفي مع فلوس. أيوة. عشان يعمل فرح في المنتقع ده كله لازم يكون دافع فيه المبلغ الفلاني. اول فرحته بقى يا سيدي. ان شاء الله تبقى اخر فرحته ان شاء الله. لا اله الا الله، لا حول الله، لا 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 مالك يا لا فضفض لي في ايه؟ لا لا مهما كانت الصعوبات لازم نكون اقوياء. لا لا لازم ده بعيد عنك، راجل بخيل قوي. بخيل قوي قاعد على قلبه قد كده قد كده معاه فلوس اقسم بالله. انا ما بحسدش على فكره، واضح والله ما بحسده، واضح انا بحقد عليه. تحقد عليه؟ انا الجرسون الوحيد هنا، مش عايزين يجيبوا واحد غيري ولا يقبضوني ولا حتى يرقوني ولا لا حول الله. الجرسون الوحيد هنا يا لهوي، دول مصمصوك. انا حبيتك قوي. معلش معلش اصبر كده واصمد، يلا خش انت في جرابك. يلا قنديل ده شكله معاه فلوس كتير قوي. مش عارف راحت فين، بس كل ده بتدور على البطاقة. شكلها اتسرقت. هو يجوز اتجوز من غير بطاقة؟ لا يجوز، أي ما ينفعش. طب خلاص يبقى ما فيش نصيب. انت بتتلكك ولا بتتلكك؟ ما انت سامع يا جدي، بيقول ما ينفعش اتجوز من غير بطاقة. لا لا محلولة البطاقة يا مولانا. اشكي عايز يروح شيخ مولانا فارس. انت جبتها منين دي؟ من الاوضه طبعا. انا قلت له هتلاقيه مخبي البطاقه تحت المخده اللي على سرير نومه، زي ما كنت بتخبي زمان الشوكولاته يا فرن وزواج. ما تخافش يا ابني، الجواز مكتوب على كل واحد مننا. فعلا زي الموت بالظبط. هو الواحد بيبقى مكلبش في الدنيا بايديه واسنانه، يجي الجواز يخطفه في لحظه. فعلا كام واحد من الناس كانوا في وسطينا ودلوقتي مرميين في بيوت مراتهم. والله العظيم الراجل ده بيقول حكم. ده ايه؟ ناصح امين. نظامك يا ناصح، لا انت ناصح ولا امين، ده انت زفت الدين. في كده انت جايب الوازون ده من عمر مكرم ولا ايه؟ والله العظيم كان كويس، هو شاف العزا دخل في الموت. اخرج اخرج من الموت. انا اخرج الان. اخرج مزارع. اصبحت سعيدا. اذا هيا هيا يا بني تشاهد وقل زوجيني نفسي. لا اوعى تقول. لا لا ابدا تاني بني، افصل عنه الاجهزه يا بني. حاضر يا باشا. بني يلا يا ابني قول زوجتك نفسي. جدي زوجك نفسي. انت هتهزر؟ اقسم بص قدام الناس والله مش ده اللي حصل. يلا يا شيخ انا قابلته زواجه على عيبه. هيا يا بني وقع على عقد الزواج. لا بارد ما توقعش يا فارس. لا توقع يا فارس، ما تنديش يا فارس حتى تجاوبوني. يلا يا ابني خلصني، وقع على عقد الزواج. وقع وقع. حاضر يا فارس، ما تسيبناش. حاضر يا جد، حاضر 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 يا جد، حاضر يا جد. لا لا يا فارس، حاضر يا جد. لا صاحبك. لا 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 مش هتجوز. ده فول اوبشن قوي. ده حديث. ترى مش هذا الكرسي انت بتصور على نفسك. ما حضرتك انا تعبان، بس 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 واضح ان حضرتك تعبان اكتر مني. انا نفسي اساعد حضرتك. ما انا يا فندم لسه ما وصلتش لشابتر الجلطات والازمات القلبيه. ما وصلتش ليه؟ للأزمات القلبية والجلطات. ده لما توصل لسه بسبتر هكون أنا تسبترت. هلا يا جد وسلامتك. أقول وقت اكذب. على فكرة أنا ممكن أسلي حضرتك. اكذب جدو يا جدو يا أجمل جد، تعالى نلعب وانسى الجد. الله عجبتك؟ عجبتك؟ صوتك حلو أوي. سانكس جدو. اطلع بره. ايه؟ اطلع بره. ما اقدرش اسيبك انت كيس. جدي الف سلام عليك يا جدي. فارس ايه ده؟ انت ايه اللي دخلك هنا؟ بص عليك يا اخي، انت ايه؟ انت تقتل القتيل وتمشي في جنازته؟ انا شفتك فين قبل كده؟ انا ده؟ انا ده دكتور امجد.
انا اللي حضرت العزا بتاعك او الفرح. طب معلش معلش، ممكن تسيبنا لوحدنا؟ لا ما اقدرش اسيبك لوحدك، ما اقدرش اسيبك مع الكيس بتاعتي، لان حضرتك من ساعه ما مشيت من الفرح وهو في الحاله دي. يا اخي اعتبرها جلسه عائليه بيني وبين جدي، ممكن تتفضل انت. انا عايزك تسيبني انت كيس. ابوس ايدك، سيب الكيس ده واخرج بره. ابو زينك اخرج بره. انت يا جدو ده اطلع بره فارس. انا مش هسيبه، انا هستناك بره. حاضر يا جدو. انت اللي مجنون. ده مجنون ده ولا ايه؟ الف سلام عليك يا جدو. فارس انا عايز اقول لك كلمه واحده قبل ما اموت. اتفضل. طز فيك كده يا جدي، يعني حتى مش قادر تمسك لسانك وانت عيان؟ عشت العمر كله اتمنى انك تتجوز واشيل عيالك على كتفي. ما انت شفت يا جدي، شفت اصحابي اللي اتجوزوا حصل فيهم ايه؟ عايزني يعني ابقى زيهم؟ لا مش هو ده السبب. انت فارس اللي مش عايز تتجوز. عشان ما تشيلش مسؤولية. لكن معلش، اللي ما قدرتش اعمله في حياتي هعمله في مماتي. يعني هتعمل ايه يعني يا جدو؟ هتبعت لي عفريتك يعني يخلينا اتجوز بالعافية؟ هزر يا خفيف. بكرة تقعد مع المتر غلام وتعرف لو بصيته بإيه. لا بصيته بإيه يا جد؟ شاور لك خليها لك مفاجأة. لازم أحرق دمك زي ما حرقت دمي. غريبة يا أخي، أنا ليه عشت العمر ده كله من غير ما أتبرى منك؟ كان لازم أتبرى منك. جدو بلاش يظهر في الحاجات دي. جدو أنا مملكش غير الفلوس اللي أنت هتسيبها لي بعد عمر طويل. جدو جدي 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 الله يرحمك يا قنديل بيه، منه لله اللي كان السبب. انتوا بتبصوا لي كده ليه؟ يعني انت مش عارف؟ ايه يا اخي؟ ايه؟ انت وحش؟ كان هيحصل ايه يعني لو سمعت كلامه وجوزت واحدة من البنات اللي جابها لك؟ او حتى من البنات اللي ما جابها لكش؟ تبقى فكرني ارفضهم كلهم بعد ما استلم الميراث. ميراث؟ ايه دي؟ هو انا جدي ليه وريث غيري؟ للاسف لا، هو مش قال لك هيعمل لك مفاجاه؟ ايوه قال لي انه سايب وصيته معاك. هو فعلا ساب الوصيه معايا ومضاها بخط ايده وخلاني سجلتها في الشهر العقاري. جدك شرط عليك انك تتجوز في خلال 60 يوم والا هيضيع عليك تلت الميراث. ده ايه شغل العافيه ده؟ هو مش قال لك مش هعرف اجوزك في حياتي، هجوزك بعد مماتي. بقول لك ايه، انا اللي هتجوز ولا عايز تلت الميراث؟ كفايه عليا التلتين. تاني ها اللي انت ما تعرفوش ان التلتين دول هما الاوتيل، والاوتيل عليه مديونيه وهيتحجز عليه قريب. ايه ده؟ الاوتيل مديون؟ مديون؟ والله يعني ايه؟ يعني هيتباع قريب ومش هيفضل لك غير التلت اللي انت بتضحي بيه عشان تبقى عازب. لا يا راجل ليه كده يا جدي؟ ليه كده؟ أنا كنت بحبك أوي. لازم أمشي وأخلص من اللي أنا فيه ده. أنا زهقت. ما
مبروك يا فارس. مبروك على ايه؟ جد رجع في كلامه وافق يسيب لي الميراث من غير جواز؟ يرجع في كلامه ازاي بعد ما مات؟ امال انت جاي تبارك لي على ايه؟ يا رب وافق ترجع لك بعد كل اللي عملته فيها. شفت ازاي هي بتحبك قد ايه؟ طب سيبني بقى انزل القاهره ونتكلم بعدين. مفيش بعدين، فاضل شهرين على مهله جدك يا سيدي. عقبال ما تتصل بيها ونحدد ميعاد. لا ما انا خلاص اتصلت بيها وجايه في السكه. ده انت مصمم بقى. انا مش هسيبك تضيع ميراث جدك ولا تضيع عليا مكافئتي. مكافئه ايه؟ مكافاه بسيطه كده عملها لي جدك الله يرحمه، لو قدرت يعني اتجوزك في خلال شهرين 5% بس من الفلوس اللي تاخدها. يعني انا اتجوز واتنيل وانت تقبض وكمان 5%؟ طب والله العظيم تريحت قلبي.